القمة الخليجية الأمريكية تبدأ أعمالها في الرياض. الأمم المتحدة تعلن انطلاق محادثات السلام اليمنية اليوم وسط غموض بشأن مشاركة الحوثيين، واشتباكات بين قوات النظام والميليشيات الكردية في القامشلي توقع قتلى وجرحى في الطرفين. أهلا بكم. بدأت صباح اليوم في قصر الدرعية بالرياض أعمال القمة الخليجية الأمريكية برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي باراك أوباما. وتسعى الولايات المتحدة لطمأنة دول مجلس التعاون الخليجي بشأن التزامها بتحالفها مع دول الخليج ودعمها الأمني لها في مواجهة مخاطر الإرهاب والتهديدات الإيرانية. قمة خليجية أمريكية في توقيت حرج ومناخ متوتر في المنطقة. يغلب علي الهاجس الأمني والإقليمي، ويظهر ذلك واضحا من مشاركة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وطبيعة الوفد المرافق له. سياسات إدارة الرئيس أوباما في أكثر من ملف، ابتداء من الملف السوري والموقف من إيران والوضع في اليمن انتهاء بإسرائيل، أدت إلى فتور واضح في العلاقة بين الولايات المتحدة ودول الخليج في السنوات الماضية. كما أن هناك الكثير مما يمكن أن يتمخض عن هذه القمة، سواء بالنسبة لرصد طبيعة التحولات التي ضربت العلاقات الأمريكية الخليجية، أو لإدراك دول الخليج لضرورة التحصين الذاتي لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، بعد أن شكلت تجربة عاصفة الحزم اختبارا حقيقيا للدول الذي تقوم به بعض الدول الإقليمية كإيران المنخرطة في أكثر من صراع في المنطقة العربية. زيارة أوباما قد تكون الأخيرة له للمنطقة كرئيس لأقوى دولة في العالم، وهي علامة حسن نية ومحاولة للوصول إلى توافق أكبر مع حلفاء تاريخيين للولايات المتحدة، لكنها تأتي في زمن متأخر ومرحلة حكم مختلفة عن سالفتها. التعبير الأكثر صراحة عن ذلك جاء من خلال تصريحات رئيس الاستخبارات السعودية سابقا الأمير تركي الفيصل تعليقا على زيارة أوباما للرياض، أن الأيام الخوالي بين السعودية والولايات المتحدة قد انتهت إلى غير رجعة. وكان الرئيس أوباما والعاهل السعودي الملك سلمان قد بحثا أمس في الرياض سبل التوصل إلى تحرك مشترك لمواجهة التهديدات الأمنية التي تشمل إيران وما يسمى بالدولة الإسلامية، في ظل أجواء يخيم عليها استياء دول الخليج العربية من السياسة الأمريكية تجاه قضايا المنطقة. وقال البيت الأبيض إن أوباما والملك سلمان جددا التأكيد على الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية، وتطرق الاجتماع للتحديات التي تشكلها أنشطة إيران الاستفزازية في المنطقة، واتفقا على أهمية وجود نهج شامل لنزع فتيل التوترات بالمنطقة. كما أشاد أوباما بمساعي الملك سلمان لإيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، وتحدث عن ضرورة مساعدة المناطق المتضررة من القتال مع تنظيم الدولة في العراق، وأكد الطرفان على ضرورة تعزيز اتفاق وقف الاقتتال بين الحكومة السورية وقوات المعارضة، وأعربا عن تأييدهما للانتقال السياسي في سوريا. معنا من جدة الكاتب والمحلل السياسي الدكتور خالد باطرفي. سيد خالد، قمة أمريكية خليجية تأتي وسط متغيرات إقليمية تواجه منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط أيضا، هل ستنجح القمة الخليجية الأمريكية في إعادة التوازن بالعلاقة بين السعودية والولايات المتحدة خاصة بعد الاتفاق النووي الإيراني؟ أنا أتفق مع الأمير تركي الفيصل أن الأيام الخوالي يبدو أنها لن تعود، خاصة فيما تبقى من عهد الرئيس باراك أوباما. واضح منذ أن جاء هذا الرئيس أن لديه رؤية في أولويات السياسة الأمريكية والاستراتيجية الأمريكية والتوجه خارج إطار هذه المنطقة التي وقع الرئيس السابق جورج دبليو بوش في مستنقعها، وأوقع الجيش الأمريكي والموارد الأمريكية وسمعت الولايات المتحدة إلى حد كبير. هو يعتقد بأن الحل الأفضل أن يكون هناك شرطي للمنطقة أو أكثر يتولون إدارة الشؤون الأمنية فيها ويؤمنون مصالح أمريكا وإسرائيل،
ووجد في ويكون هناك تعاون بين هذا الشرطي وبين إسرائيل، ووجدوا في إيران هذا الشرطي المتبرع والمتحمس الذي يقول على الملأ شيء ويفعل في الخفاء شيء آخر، ينفذ سياسات أمريكا في الفوضى الخلاقة، ينفذ سياسات أمريكا في تقسيم المنطقة العربية وإضعافها، وينفذ يعني نعم سيد خالد طموحات الأمريكان في الإخلال بالأمن الإقليمي، نعم. بحيث تحتاج كل الدول إلى أمريكا وتشتري منها السلاح وتطلب نعم. منها المساندة. سيد خالد، هل تعتقد أن الموقف الأمريكي أو المواقف الأمريكية الأخيرة تبين عن تقارب في الموقف الأمريكي وكذلك الموقف الخليجي من إيران؟ يعني في على الملأ في العالم ليس هناك خلاف منذ فترة، يعني حتى منذ اتفاق أو منذ لقاء كامب ديفيد، ولكن الواقع يشي بغير ذلك. أمريكا تقول أنها لا تقبل بالأسد مثلا، وأنه يجب أن يخرج من الصورة، ولكن في مفاوضات جنيف تضغط على المعارضة السورية لتقبل ببقاء الأسد ولو لسنوات. هناك تناقض في المواقف الأمريكية وفي تصريحات المسؤولين الأمريكيين تجاه العديد من القضايا، فلذلك لا نعرف يعني في هذا الغموض إلا شيء واحد، أن هناك علاقة استراتيجية نشأت بين الولايات المتحدة وإيران، وأعتقد أن على الرئيس الأمريكي وفريقه وزير الخارجية وزير الدفاع أن يوضحوا بشكل لا يقبل الشكك لدول الخليج ما هي هذه العلاقة وما هي أهدافها وأبعادها. الدكتور خالد بطرفي الكاتب والمحلل السياسي حدثتنا من جدة، شكرا جزيلا لك. أكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي دعمهم لموقف المملكة المغربية ومساندتهم لمبادرة الحكم الذاتي التي عرضها المغرب كأساس لحل النزاع حول الصحراء الغربية. جاء ذلك في قمة هي الأولى من نوعها جمعت في الرياض قادة دول مجلس التعاون الخليجي وملك المغرب محمد السادس. ووفق بيان صدر في ختام القمة، أعرب قادة دول مجلس التعاون عن رفضهم للمس بالمصالح العليا للمغرب. وقال ملك المغرب محمد السادس إن دول الخليج والمغرب تواجه التحديات نفسها، وأضاف أن هناك مؤامرة تحاك ضد ما تبقى من الدول العربية. أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان ديجوريك أن المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع في اليمن ستنطلق في الكويت اليوم، وكان وفد الحكومة اليمنية قد هدد بالمغادرة في حال عدم انعقاد المشاورات المقررة اليوم. وقال مصدر حكومي إن الوفد قرر البقاء في الكويت إلى مساء اليوم الخميس، محملا الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح المسؤولية في إفشال المشاورات في حال عدم بدئها في الموعد المقرر. في غضون ذلك أكد وفداء الحوثيين وممثلي الرئيس المخلوع أنهم وصلا إلى مسقط في طريقهما إلى الكويت، وكان من المقرر أن تبدأ المحادثات الاثنين الماضي، لكن وفد الحوثيين امتنع عن المشاركة احتجاجا على ما اعتبرها انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار. يكتنف الغموض مفاوضات السلام اليمنية في الكويت من كل جانب، انطلاقا من التزام أطراف الصراع بالحضور والاستمرار في المشاركة وانتهاء بالأجندة والأسس المرجعية. جولة المشاورات التي كان مقررا بدؤها الاثنين الماضي تأخرت عن موعدها بعد امتناع وفدي الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح عن القدوم إلى الكويت بذريعة الاحتجاج على انتهاك الهدنة. واضطر المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد للاستعانة بالأمين العام للأمم المتحدة الذي أصدر بيانا يدعو لعقد المشاورات دون تأخير ردا على تلكؤ وفدي الحوثيين وصالح خلال الأيام الثلاثة الماضية. وفي مؤشر على التعقيدات التي تحيط بمسار التفاوض، طرح وفد الحوثيين قبل مغادرتهم صنعاء شروطا جديدة للمشاركة تبدو تعجيزية، من ضمنها إلغاء قرار المجلس الدولي رقم 2216 الذي يعد من مرجعيات التفاوض ووقف العمليات العسكرية للتحالف العربي، بينما شدد الوفد الحكومي على أن التسوية السياسية ستقوم على أسس القرار الدولي والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.
كما هدد هو الآخر بالمغادرة إن لم تنعقد المشاورات اليوم، محملا الحوثيين والرئيس السابق مسؤولية إفشال الجهود السلمية. وفي حال فشل جولة المفاوضات الحالية كسابقاتها، يبقى الباب مفتوحا أمام خيار استمرار الحرب مع ما يجلبه من انهيار مؤسسات الدولة في بلد يصنف ضمن أفقر دول العالم، ليبقى الشعب اليمني هو الخاسر الأكبر. معنا من عدن مراسلنا نبيل اليوسفي. نبيل، هل اتضحت صورة مشاركة أطراف الأزمة الليبية أو الأزمة اليمنية من عدمه، لا سيما بعد تهديد الوفد الحكومي ووفد الحوثيين بالانسحاب لأسباب مختلفة؟ هشام، قبل قليل أعلن الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام بأنهم قد اتجهوا من سلطنة عمان أو المطار مسقط باتجاه دولة الكويت، وربما أن هناك وقت محدد هذا اليوم سيكون بدء المفاوضات ما بين الأطراف السياسية المتصارعة في اليمن، وسيكون التفاوض مؤكد خلال هذا اليوم. على الصعيد الميداني هشام، هناك اشتباكات عنيفة تدور الآن في محافظات مأرب شرقي اليمن، كان هذا بعد الهدنة التي تم الاتفاقية بين مسلحي الحوثي وصالح الميديا والمقاومة الشعبية من جهة أخرى. الاشتباكات تدور الآن في جبهة سرواح بالإضافة إلى جبل هيلان وجبهة المخدرة، سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى. طيران التحالف والطيران الأمريكي شن عدة غارات هذا اليوم على مواقع مصطرفة لعناصر تنظيم القاعدة في مدينة المقلة بمحافظة حضرموت شرق اليمن، استهدف كذلك ميناء الضب الاستراتيجيين في المقلة، بالإضافة إلى أن هناك غارات عدة استهدفت جعار وزنجبار أو زنجبار بمحافظة عرين جنوب اليمن لمواقع مفترضة من عناصر تنظيم القاعدة. الاشتباكات كذلك تدور في محافظة الضالع جنوب اليمن بعد أن تم الاتفاق على هدنة، لكنه تم الخرق الهدنة بعد نصف ساعة من الاتفاق. المقاومة الشعبية تتهم الحوثيين بخرقها، والعكس كذلك الحوثيين يتهمون المقاومة الشعبية بخرقها. في محافظة تعز هدوء الآن يعم مختلف الجبهات القتالية بعد اشتباكات عنيفة تدور أو دارت أثناء الليل دائما. وفي محافظة تعز تحديدا أكثر الاشتباكات التي تدور تبدأ من الثالثة بتوقيت جرينتش وتستمر طوال الليل، كما أن المسلحين الحوثيين يقوم بقصف الأحياء السكنية في المدينة. مراسلنا نبيل اليوسفي، كنت معنا من عدن، شكرا جزيلا لك. في الشان السوري، قتل عدد من قوات النظام ووحدات حماية الشعب الكردية وأصيب آخرون بجروح في اشتباكات اندلعت بين الطرفين في السجن المركزي بمدينة القامشلي. وذكرت مصادر محلية أن القوات الكردية تمكنت من السيطرة على السجن بعد معارك عنيفة مع قوات النظام، ويأتي ذلك بعد اشتباكات اندلعت بين الطرفين أمس على خلفية اعتقال قوات النظام عنصرين من وحدات حماية الشعب الكردية. وفي ريف حمص الشمالي، قتل وأصيب عدد من المدنيين في غارات لطائرات النظام بالبراميل المتفجرة على مناطق في تيرم علة، بينما استهدفت طائرات النظام مدينة الحولة بالصواريخ الفراغية، وخلف القصف في الحولة دمارا كبيرا في المنازل والممتلكات، كما شهدت المدينة اشتباكات بين قوات المعارضة والقوات النظام. وفي دمشق وريفها، تعرضت مناطق أو في أطراف حي جوبر لقصف من قوات النظام وسط اشتباكات عنيفة اندلعت بين مقاتلي المعارضة والقوات النظامية في محيط حرستة القنطرة والنشابية في الغوطة الشرقية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. سياسيا، يعقد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا اجتماعا في وقت لاحق اليوم مع مجموعة العمل الدولية بشأن وقف الأعمال القتالية في سوريا وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة. وتواجه المفاوضات السورية في جنيف تحديات كبيرة بعد تعليق وفد المعارضة مشاركته فيها بسبب الانتهاكات المتكررة للهدنة وعدم تحقيق أي تقدم في ملف المعتقلين والمناطق المحاصرة. وكان وفد النظام برئاسة بشار الجعفري قد أكد أنه مستمر في المفاوضات، وجدد تمسكه بخيار حكومة موسعة تشمل الحكومة الحالية والمعارضة ومستقلين وتكنوقراط. ومعنا من جنيف مفادنا إلى هناك زاهر عمرين. زاهر، ماذا في فحوى اجتماعات ديمستورا مع المجموعة الدولية فيما يتعلق بمصير المفاوضات وكذلك إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة؟
نعم هشام، حتى الآن لم يرشح أي شيء عن هذه الاجتماعات. نحن بانتظار المؤتمر الصحفي الذي يفترض أن يعقد بعد دقائق لتلخيص هذه الاجتماعات. أيضا ديمستورا الذي عاد اليوم صباحا من إجازة إذا صح التعبير عن غيبة يومين عن جنيف، عقد اجتماعا غير معلن صباحا مع مجموعة الأستانة، مجموعة المعارضين المقربة من موسكو، وهو الآن في اجتماع مع المجموعة المسؤولة عن إدخال المساعدات إلى سوريا. البعض يرى هنا أن هذه الاجتماعات والصفقة التي عقدت بإدخال بالفعل بعض المساعدات إلى المناطق المحاصرة وصفقة تبادل المحاصرين بين بلدتي كفرية والفوعة وبلدتي الزبداني ومضايا هي نتاج ضغوط المعارضة التي علقت مشاركتها باجتماعات المفاوضات. أيضا تتعرض المعارضة هنا كما فهمنا من بعض المتابعين ومن مصادر من هذه المعارضة إلى ضغوطات كبيرة من أجل العودة إلى الاجتماعات. خفضت المعارضة وفدها المفاوض لكنها لم تنسحب نهائيا، والجميع هنا يقدر أنها ستستمر حتى 27 من هذا الشهر وهو الجدول المحدد لنهاية هذه المفاوضات. أيضا على الطرف الآخر هناك ترجيحات أن يقوم ديمستورا بإعلان ما حدث خلال هذه الجدوى خلال هذه الجولة عفوا، وبالتالي سيقرر بناء على تقييم الموقف متى ستكون الجولة القادمة وإن كانت هذه الجولة ستستمر أم لا. لكن بالعموم الأجواء هنا تشير إلى ضغوطات كبيرة على المعارضة للبقاء في جنيف حتى ولو بوفد مصغر، وهو كما يقدرون أفضل من الانسحاب. نعم. وبالتالي إخلاء المكان لوفد النظام للتفاوض مع مجموعات أخرى غير ليس لها وجود واضح على الأرض، وهو ما أكده أيضا المصدر الأمريكي البارحة الذي رفض تصريحات بشار الجعفري ممثل وفد النظام الذي قال خروجهم من جنيف أفضل من بقائهم فيها. زاهر عمرين مفادنا إلى جنيف، شكرا جزيلا لك. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الطائفة السامرية في فلسطين تحتفل بعيد الفصح وفق التقويم العبري. أهلا بكم من جديد. أكد مصدر طبي في مدينة درنا الليبية مقتل 9 أشخاص أثناء محاولتهم إزالة ألغام خلفها عناصر ما يسمى بالدولة الإسلامية أثناء انسحابهم الأربعاء الماضي من مواقع كانوا يسيطرون عليها. وتم الانسحاب بشكل مفاجئ من منطقتي الفتائح وحي 400 اللتين كانت عناصر التنظيم تتمركز فيهما. من جانب آخر تعهد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية الليبية بتوفير الدعم الكامل لمدينة درنا شمال شرقي ليبيا. وصل 41 مهاجرا بينهم طفل إلى السواحل اليونانية كانوا قد نجوا من أحدث أسوأ مأساة في البحر المتوسط وقعت في مكان غير محدد بين ليبيا وإيطاليا ونقلوا إلى اليونان. وقالت وكالة الأمم المتحدة للاجئين إن حوالي 500 مهاجر قد غرقوا في البحر الأبيض المتوسط في الأسبوع الماضي عندما كانوا في قارب مكتظ أدى إلى غرقهم. وإذا تأكد ذلك ستكون المأساة الأسوأ على الإطلاق في 12 شهرا، ويصبح العدد الإجمالي للمهاجرين غرقا في جنوب البحر الأبيض المتوسط يصل إلى ما يقرب من 800 حتى الآن هذا العام. والآن مع جولة في أخبار الاقتصاد. صعدت أسعار النفط الخام اليوم بعد هبوطها في وقت سابق بنفس الجلسة إثر تصريحات وكالة الطاقة الدولية بأن العام الحالي سيشهد أكبر انخفاض في إنتاج النفط خارج أوبك منذ 25 عاما. فقد صعد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الأجلة إلى 46 دولارا للبرميل بزيادة 20 سنتا عن الإغلاق السابق. وارتفع الخام الأمريكي في العقود الأجلة إلى 44 دولارا و37 سنتا للبرميل بزيادة 19 سنتا عن آخر إغلاق.
ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم، وتصدر سهم شركة فوكس فاكن قائمة الأسهم الأفضل أداء بارتفاعه 5.3%، حيث تلقت الأسهم دعما من التوقعات بإقدام البنك المركزي الأوروبي على تدعيم سياسته النقدية شديدة التساهل. وارتفع أيضا مؤشر يوروفيرست 300 0.1%، في حين صعد مؤشر يوروستوكس 50 بمنطقة اليورو 0.3%. توقف تداول بسهم شركة ميتسوبيشي موتورز اليابانية للسيارات مؤقتا في ظل اعترافها بالتلاعب في بيانات اختبارات كفاءة استهلاك الوقود الخاصة بعدة طرز في السوق اليابانية، مما أدى إلى تراجع سعر سهمها بنسبة 15% يوم أمس، ثم وصل التراجع بنسبة 15% في بداية تعاملات اليوم وسط عمليات بيع كثيفة من جانب المستثمرين، وهو ما دفع إدارة البورصة اليابانية إلى وقف التعامل على السهم مؤقتا. ارتفع سعر الذهب خلال الجلسات اليوم نحو 1.3% ليصل إلى 1260 دولارا للأوقية، مع ارتفاع أسعار السلع الأولية بفضل زيادة أسعار النفط وحالة التفاؤل بشأن الاقتصاد الصيني. قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب 58 آخرون بجروح نتيجة انفجار عنيف في مصنع للبتروكيماويات بمنشأة نفطية تابعة لمجموعة بيميكس في شرق المكسيك. وأكدت مجموعة بيميكس الحكومية للطاقة أن الحريق بات تحت السيطرة تماما، وأن سحابة المواد الكيميائية التي انبعثت بعد الانفجار بدأت تتبدد. وقامت السلطات بإخلاء المصانع القريبة من مكان الانفجار والمدارس في البلدة وخمس بلدات قريبة. دخل عدد من أهالي معتقلي سجن العقرب شديد الحراسة في مصر اليوم في اعتصام مفتوح أمام البوابة الرئيسية لمجمع سجون طرة، وذلك احتجاجا منهم على منع الزيارة بعد تردد أنباء عن حالات تسمم جماعي بين المعتقلين. وأثار الأهالي بمجرد معرفتهم بحالات التسمم وأصيبت سيدة بحالة إغماء، وهتف الأهالي ضد إدارة السجن والداخلية. وأفاد المعتصمون بإقامة قوات الأمن حاجزا أمام السجن، مهددين الأهالي بالصاعق الكهربائي، ولكن الأهالي لم يتوقفوا عن الهتاف وافترشوا الأرض أمام السجن رافدين التحرك إلا بعد الدخول للزيارة. تجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين محتجزون داخل سجن العقرب. والآن مع الفقرة الرياضية. كشر برشلونة عن أنيابه وحقق الفوز الأول في آخر 5 جولات بعد افتراسه لمضيف ديبورتيفو لاكورونا بـ8 أهداف مقابل لا شيء في الجولة 34 من الدوري الإسباني، ليحافظ النادي الكتالوني على الصدارة بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الذي نجح في العودة بانتصار صعب وثمين بهدف نظيف من عريني أسود الباسك أتلتيك بلباو، فيما لم يجد ريال مدريد أي صعوبة تذكر لتخطي عقبة ضيف فياريال وتغلب عليه بثلاثية نظيفة. وفي إنجلترا واصل ليفربول مسلسل عروضه الإيجابية واكتسح جاره إيفرتون في دربي الميرسيسايد برباعية نظيفة في مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي لقاء آخر حقق مانشستر يونايتد فوزا هاما على ضيفي كريستال بالاس بهدفين نظيفين، ليقلص الفارق مع صاحب المركز الرابع أرسنال إلى نقطة واحدة فقط. وفي ألمانيا لحق بروسيا دورتموند بمنافسي بايرن ميونخ إلى نهائي كأس ألمانيا بفوز الكبير على مضيف هيرتا برلين بثلاثية نظيفة في الدور قبل النهائي للبطولة. وافتتح غونزالو كاسترو باب التسجيل في الدقيقة 20 قبل أن يعزز ماركو رويس وهنريك مختاريان فوز الضيوف بهدفين آخرين في آخر ربع ساعة من عمر المباراة. هذا وكان دورتموند قد خسر النهائي أمام فولسبورغ في الموسم الماضي. عربيا، يسعى الهلال السوداني لمواصلة انتصاراته في الدوري الممتاز عندما يحل ضيفا ثقيلا ليلة على فريق الأهلي عطبرة في الجولة 16 من المسابقة. هذا ويتربع الهلال على صدارة الترتيب برصيد 37 نقطة بفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي نادي المريخ.
ختام جولتنا الرياضية مع دوري كرة سلة الأمريكي المحترفين، حيث تغلب لوس أنجلوس كليبرز على بورتلاند تريل بلايزرز في المباراة الثانية المرحلة الإقصائية للدوري بمائة ونقطتين مقابل 81 نقطة. هذا وتألق نجم كليبرز كريس بول بإحراز 25 نقطة قادت فريقه لتحقيق الفوز الثاني على بلايزرز. تحتفل الطائفة السامرية في هذه الأيام بعيد الفصح حسب التقويم العبري، وتعد الطائفة السامرية أصغر طائفة دينية في العالم، ويعيش أبناؤها في جبلي جرزيم وحولون بفلسطين. المزيد مع يارا العملة. على جبل جرزيم جنوبي نابلس تحتفل أصغر طائفة في العالم بعيد الفصح، وهو واحد من أهم وأكبر الأعياد التي تحتفل بها الطائفة، البالغ عدد أفرادها 780 شخصا فقط. ويحتفل السامريون بهذا اليوم تخليدا لذكرى خروج بني إسرائيل من مصر وتحررهم من عبودية فرعون برفقة سيدنا موسى بحسب ما جاء في ديانتهم. الرب سبحانه وتعالى أمرنا بالرابع عشر من الشهر الأول بحسب التقويم العبري السامري بأنه نذبح ذبائح الفصح، والفصح بالسين وليس بالصاد، لأنها من فصحى أي فرج. لا يكتمل العيد عند السامريين إلا باتباع مجموعة من الطقوس التي تبدأ بالتضرع والدعاء لله، ومن ثم تقديم القرابين والأضاحي وأكل عشبة مرارة التي يذكرهم طعمها بمرارة الأيام التي عاشوها في مصر. بهذه المناسبة ذكرى خروج بني إسرائيل من عبودية فرعون، وطبعا خلاصهم من الاضطهاد والظلم والرق اللي كانوا عايشين فيه في مصر، فهذا بالنسبة لنا هو يوم الاستقلال. ويحتشد ألاف الزوار من مختلف الجنسيات في هذا اليوم على جبل جرزيم لحضور مراسم العيد وطقوسه المثيرة التي لا تبدأ إلا بعد مغيب الشمس تبعا للدين السامري. رغم ارتباطه بالسامريين إلا أن عيد الفصح يعتبر مناسبة سنوية يتجسد خلالها التنوع الديني والثقافي في فلسطين. من جبل جرزيم في مدينة نابلس، يارا العملة، التلفزيون العربي. ختام النشرة، السلام عليكم.